حالكم حياكم الله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. السلام عليكم يا مرحبا كيف حالك؟ طيبين الحمد لله. الحمد لله سلامتكم. معكم علي بن حسن الخميس. يا مرحبا يا مرحبا. ما شاء الله بارك الله فيك. اهلا وسهلا شرفتمونا نورتمونا. ذكرتم صفات القوم دمعي ذراف اوصافهم تعجز الوصف اذا قد وصاف. ما شاء الله يا سيد الحبشي. الله ما شاء الله. الله شوف رباط 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 سيوون رباط الحبشي الى اختي هذا اول رباط كان اول رباط في حضرموت. نعم. صح ولا نعم. ولكن تنتهي مده كذا تقف مده لمده. هي الشيوعية لما دخلت حضرموت إيه؟ كل الأربطة في حضرموت إيه؟ وحبيب الله شاطري درس في رباط سيوان إيه؟ الحبيب أول رباط في حضرموت لهم. نعم. سالم بن حفيظ جد عمي عمر درس فيه. نعم. في سيوان. في سيوان. حبيب علوي بن عبد الرحمن المشهور جد الحبيب بكر درس فيه في سيوان. صاحب رباط الشحر درس فيه حبيب عبد الرحمن صاحب رباط عينات. فجاءت الشيوعية حدث ركود لله للأربطة وقل نشاطها والفتح للاستقبال الأكاديمي تأخر لكن لأهل البلد مستمرة من بعد لم تنتهي بعد الآن من 10 سنوات عام 33 تم استقبال الأفاقيين من الخارج واستعاد نشاط الحمد لله عندنا من سيوم إن شاء الله متابع لنا فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا بالحبيب حبيب حيا وسهلا. الله 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 الحمد لله الحمد لله عساك العافية شرف الله الحمد لله 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 كيف أنتم إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الله يسلمكم ويحفظكم ابن سالم الحمد لله الحمد لله لابد بإيمان تسليم اعتقاد تام في أهلك وسلامك تنال مراتبهم في القيامة مش على الدنيا سهل والذين آمنوا واتبعتهم اتبعهم بإيمان بيقين بصدق بإخلاص ألحقنا بهم تدخل معهم ذريتهم وما ألتناهم ما قطعناهم من عملهم تحيي مطلبكم إن شاء الله أجزتكم بسندي المتلقى سماعا وجازة عن سيدي وشيخي الوالد الحبيب المنصف فيما يروي ويسمع وجازة وسماعا عن والد وخير بن حبش الحبيب المنصف عبد القادر فيما يروي بسندة عن والد وخير بن حبش الحبيب المنصف محمد بن علي عن والد سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي في مولده صمت الضرر وبقية كتبه من الإجازات والوصايا والمكاتبات ومنثور كلامه والمنظوم من دواوينه وغيره ممن أخذنا عن بقية مشايخنا في حضرموت وعلم العمل وعلم الخلاص والبر والوراء في المعقول والمنقول عن علماء الحرمين والأزهر الشريف والشام والمغرب ومن تلقينا عنهم أولياء أندونيسيا وعلماء من أدركناهم الحبيب محمد بن علي الحبشي صاحب كويتن والحبيب علي محمد بن عمر ملخيلة والحبيب عمر بن مود العطاس والحبيب باقر العطاس والحبيب بنيس وغيرهم من أدركناهم أبو بكر ومحسن العطاس ومن أدركناهم في إندونيسيا وغيرها من البقاع حدثتكم بذلك وبخصوص مولى الصمت الدرار كبرنا إجازة بالله ما تبعنا لك فلدعنا حصار